في غياب الصيانة الضرورية طرقات لبنان لا تشبه الطرقات. إذا قلت لكم الطرقات اللبنانية في تزوم اشرح؟ أكيد لا، لأن الصورة بتكفي وبتوفي. خنادق وأفخاخ موزعة بطريقة فنية. طريق الحدد الصياد مثلا عبارة عن مجموعة جوار واصلين بشوية زفت بيتصيدوا المواطن على الطالع والنازل، وعم يحتفلوا هالسنة بعيد السنتين. زفت على الآخر حبيبي، الطرقات هيدي مسخرة عن جد، بدهم معينة وبدهم ميكانيك وكذا، وطرقات مسخرة بياخدوا المعلق واحد شو معلق جورة بالدولاب وياه. هي جورة، كل البلد جورة. وبس بدنا نروح ندفع ميكانيك 600 شغلة بيطلع لك بالسيارة. طيب والحل يعني هيك بدنا نضل يعني؟ من الحدد انتقلنا إلى جسر الفيات، ويلي بيعرف هالجسر بالنهار إن شاء الله ما بيشوفه بالليل، لأنه من بين 10 سيارات بتمرق من هون بالليل، 2 بجلسوا رفرافهم وجنوطتهم بهيدي الدشمة، يلي مفترض تمنع الشاحنات تمر، بس لحد الساعة عم تمنع المواطن يمرق من هون صاغ. بالتعاون مع أحد المواطنين رصدت الـ MTV هالجسر لمدة شهر، وهيدي كانت النتيجة. وضع الطرقات بلبنان يعتبر احد الاسباب الاساسيه لحوادث السير بعد السرعه الزائده. اليوم لما يكون عندنا طرقات سيئه بلبنان ووجود الجوار رح يخلي تزيد نسبه الحوادث بشكل كثير كبير، وخاصه الحوادث المميته. يعني اليوم جسر الفيات اللي هي صار له اكثر من سنه ونص عم يصير عليه حوادث بشكل كثير كبير. اليوم عدم وجود قرار جدي بتمويل وزاره الاشغال لحتى تقدر تقوم بالصيانه على الطرق عم تسبب انه يزداد عدد القتلى على الطرقات نتيجه حوادث السير. لما اتصلنا بوزير الاشغال لنعرف شو سبب هالاهمال للطرقات وسلامه الناس، اعتذر وطلب تاجيل الموضوع لبعد العطله. كفينا جولتنا، وكان مسك الختام مع الطريق البحري بطبي يلي انهارت اجزاء كبيره منها من 4 سنين، فكانت هالردميات هي الحل. وبانتظار تتحرك وزارة الأشغال بلش ينبت الحشيش. هذه الطريق البحرية بمنطقة نهر الكلب هي نموذج عن صيانة الطرقات بلبنان، ومثل عن كيف تتعاطى الحكومات المتعاقبة مع كل الاستحقاقات بهالبلد. بالترقيع جورج عيد، MTV.